ابشريها في الحته دهايه جزر. معايا؟ هنبشر الجزر. دزره كاروتس يعني. اوكي، عشان انا بشره واحده قبل كده فمفيش مشكله خالص، خليها بقى دلوقتي. حبيت بس اوريكم ازاي بنعملها. ادي الجزره اهي. انصرفوا. ايوه اغسلهم الخلطه مش دلوقتي. سواها بعدين. تمام. و هتحطي على الجزرة دي معلقة كبيرة من زيت الجوز هند العبيل، كوكونات اويل اند 1 كارتس. واحد معلقة من زيت الجوز هند اهي. 1 سبون اوف كوكونات اون توب اوف 1 كارتس. حطيها على النار، انا عايزه الكوكونات يسيح. انت دلوقتي بتسيحي جوز الهند مع الجزر بس، ده مش حاجه تانيه. والصينيه في الفرن والسبيت على النار. ما انساش روحي انا بقى. نو، ما انساش روحي. اول ما زيت الجوز الهند يبتدي يسيح بتلاقي الجزر داب معاه. مش هقول ليه دلوقتي. هو كده بقى، هو كده. حاول تجيبي ملعقه خشب من اللي ما بتتكسرش دي، اهو كده. وحاولي ان انت تتاكدي ان زيت الجوز الهند نزل داب مع الجزره. جزر انت اول ما تعوزني قول يا جزر. جوز الهند مع الجزر ماشي. ايوه تمام كده اهو. تحاولي ان انت تتاكدي ان هو كل حاجه جوه دابت مع بعضيها. سامعين؟ وده منظره. اوكي، هتجيبي طبق صح، اعمل ايه؟ على ابوكي بقى، يا على ابوكي بقى، زهقت من امك بقى. هتجيبي صحن اوكي ومصفى يس، وهتنزلي بالخلطه دي الجزر مع زيت الجوز هند في المصفى
اوعي ترمي اللي هيطلع، هوريكي تعملي بيه ايه دلوقتي. هنرجعه تاني هنا جوه، اوكي، عشان اوريكي هنعمل بيه ايه. بس نعمل حاجه حاجه، الاول واحده وبعدين التانية. الجزر اللي اتصفى اهو مش هنرميه، احنا ما بنرميش حاجه. وهنا ادي عصير الجزرايه مع معلقه من زيت جوز الهند، اوكي. هتحتاجي معاها فيتامين اي كبسوله، اللي زلحقت فيه ده ودخلت المستشفى اهو، كبسوله فيتامين اي، وقلبي الخلطه دي، والفيرا جيل صبار معلقه كبيره. وهقول لك عشان ايه، لان بتاعي خلص لازم اعمل تاني. طفو عليك عند على امك، يس اهو كده تمام. انزلي بيه وهو دافي فوق الجزر، وقلبي مع زيت الجوز هند وهو دافي، اوكي. ممكن ياخد منك ثواني وانت واقفه في المطبخ، ما تنسيش روحك، ده اللي انا قصدي اقوله لك. انت بتطبخي؟ ايوه. بتهتمي بالولاد؟ ايوه. بتغسلي الغسيل؟ ايوه. ما تنسيش وشك، افتكري دايما انه في حاجه اسمها وش، متعرض للسخونه والفرن والتراب والوساخه والتنفيض. يس، هو ده كانت فكره والله يا زمن. وحاولي ان انت تو ميكس اب، تقلبيه كويس جدا لحد لما تحسي انه ابتدى يبرد ويخف ويتخن ويتخن زي الولاد التخينه اللي عندها بق قد كده من هنا لهنا ومن خدها ده لخدها ده. حلو الكلام. وده يا حبيبه قلبي المنظر بتاعه اهو، وهنفضيه في بوت رومان، وهقول لك لسه بعد شويه يا ده بتاع ايه. خدش مني ثواني، جزره طبخت بالجزر، خدت جزره الوش اهو كده 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 تخن اهو، اندمج الصبار اهو مع زيت الجوز هند، لما هيخش التلاجة هيقفش جوه البطرمان. قشطة، هتجيب البطرمان نضيف ناشف، بطرمان نضيف، نتأكد انه مفهوش اي اثار او اي اعراض جانبية من اي حاجة قديمة اهو، ناشف ونضيف. هتنزلي بالخلطة دهيا في البطرمان لونج لايف وان، بيقعد شهر. بتدهني بيه وشك، بتدهني بيه تحت عينيكي، بيضيع السواد وبيغذي البشرة وبيخلي البشرة بتاعتك رائعة طول الليل. قبل ما تنامي تاخدي لحسة من البطرمان ده وتغذي بيها وشك، تغذي بيها كفين ايديكي، تغذي بيها رقبتك، تغذي اي حتة ان شاء الله وركاتك، انت حر. يس اهو. وهاخد الحبه اللي موجودين هنا اهم اللي فاضلين عشان اوريكم بيعمل ايه اهو، وهعمل كده واوريكي ايدي بيختفي، الصبار بيختفي، زيت الجوز هند بينعم ويطري ويغذي الجزر. انت بس تعوزني اقول يا جزر، ما كانوش قالوا انه بيقوي النظر وبينشف بسرعه، ما بيبقاش جريسي، بيتشربوا الجلد وبتبقي ناعمه، مش ماسك ايد عم محمد، هو لازم كده اهو. ليه روح بلاش الزغلول، راح بلاش كده اهو اهو، ريحته تحفه، اوكي. عايزه تحطي اضافاتك الخاصه بيكي عليه، حطي نقطه من زيت البارفان، هجيبه عشان ابقى عملته صح فعلا، هجيبه. هقول لكم هنا، نجيب الازازه بتاعه السوق في مصر،
وديها نقطة زيت. اهو انا جاي نورت البيت. تمام. هتجيب الزيت المعتر اللي من حسين او من سراج مول او من اي حتة، وهتنزلي بنقطة نونو دروب، وان دروب اني بيرفيوم يو بريفير، ميكس اب، ويبقى كده عملتي الخلطة بتاعتك اللي ريحتها حلو. ابو حفيظ اهي قدامك اهي، ريحته حلوة جدا، هتحبيه، هتفضلي تبوسي فيه. عسل عسل. خلطة كلها فيتامينات لإيه؟ للستات الكبار، يس، اللي بيحبوا روحهم وبيحبوا نفسهم زي اللي عدوا الأربعين. علاج بيدهن بيه تحت العين، حول العين، فوق العين، على الجفن، تحت الجفن، تحت الشفة، فوق الخد، أيوة في أي حتة، إن شاء الله تعملي بيه اللي انت عايزاه. أوكي؟ وآدي ريحته، هتخليكي ما تكرهيهوش. زيت الجوز هند هيحفظه في التلاجة وهيقفش في البطرمان، هيبقى عندك خزين فعلا مفيد جدا من جزرة. وانت اول ما تعوزني قول جزر، وتقفليها بالغطا وتشيليها في التلاجة. طبعا انا لازم اسافر للتلاجة بره، بس خليها هنا دلوقتي، خليها تبرد قوي، ما تغطيهوش غير لما يبرد او تتاكدي. الله، ريحه البصل اوريدي راحت من ايدي وانا بطبخ. يا بتبقي ماشي كده معديه فواحه كده قدام الزغلول يمشي وراك كده. يس، قبل ما تنامي نايم جنبك، يا يا، مش بيشم غازات سامه، نو. و كده ابقى انا عملت لكم الكريم او الدهان بتاعك. هنرجع بقى للاصل اللي هو اصلا صفيناه. طبعا حبايبي واصحابي عارفين انا بعمل بيه ايه، بس هعمله لكم ثواني وهنزل بيه قدامكم. اوه ماي جاد، انت رحت فين؟ هاي رجلي مش قادره اوطي، يا ده وطياني لسه رجلي ما خفتش قوي. برضو هتجيبي شويه سكر، شوجر، سكر بني، سكر ابيض، اللي متاح عندك يا امي اللي موجود. انا هحط سكر بني عشان السكر البني مع الجزره هيديني نتيجه صح. اوكي، وهقص كيس كده واخد تقريبا 3 ملاعق سكر فوق الجزر المعصور، 3 ملاعق سكر فوق الجزر المعصور اهو. وهاجي اعمل ميكسينج مع الجزر عشان استفاد من الجزر اللي فيه بقايا زيت الجوز هند كده اهو، اخلطه كده لحد ما يندمج مع السكر. ما عندكيش السكر بني، حطي سكر ابيض، حطي سكر تموين، اي سكر. alright. وكده ابقى انا بجهز السكراب بتاعي اللي ما حصلش. طلعي البيكنج باودر من الدولاب اللي بتلغطي بيه الكيكه، يس، وهتاخدي منه ملعقه واحده بس. في واحده اسمها جمانة صاحبتنا على الصفحه هنا، حابة ان انا اقول لها البقية في حياتك في وفاة امك يا جمانة، وربنا يصبرك على فراقها، والام ما بتتعوضش. وحاولي ان انتي تعملي الخلطة اللي قلتلك عليها، او لو حبيتي تعملي الجزرة مع السكر مع بقايا زيت الجوز هند مطرح ما عملناه في الخلطة الاولانية. ودي حاجة ممكن تستفيدي بيها لفيس سكراب. وقبل الاستعمال تاخدي حبة نونو منها من الخلطة دي كده،
او ماي جاد. مشيت راحت فين؟ راحت فين؟ هتاخدي معلقة من الفيس سكراب ده هنا كده اهو، شايفين التخانة بتاعته عاملة ازاي اللي بالجزر، وهتعصري عليه نقطتين ليمون، وهتعملي فيس سكراب لوشك لجسمك لإيدك، وتغسلي إيدك ووشك تاني بعد لما تخلصي الفيس سكراب بتاعك، هتلاقي الحياة اختلفت معاكي. برضو ممكن الفيس سكراب يتحط عليه نقطة زيت معتر، مع ان ريحة الجوز الهند البقايا اللي فاضلة في قلب الجزرة مع السكر الخشن بتاع البني عامل شغل عالي. عايزة تخلي الفيس سكراب بتاعك ريحته حلوة، اديله نقطة زيت من الفيفوريت اويل بتاعك هنا اهي نقطة، عشان ابقى بغسل وشي وبحس براحة نفسية. تنكد عليكي واحدة تخشي تغسلي وشك، وبعد ما تغسليه وتشطفيه تحطي الكريم بتاعك من الجزر وعلاج الهالات السوداء والبقع السوداء تروح. وكده ابقى انا عملت الفيس سكراب من الجزرة والعلاج بتاع الشيخوخة يا خوخة اتنين، وطبخنا الحيوان وعملنا صينية البطاطس، وانا كده قمت بالواجب معاكو لمدة ساعة عملت فيها